أنا الليلة حرصت حقيقة أني ألتقي ببعض أصدقاء أبو سرحان، واعتذر من اعتذر، لكن حرصنا على استمرار التواصل بينهم حقيقة. دعونا في مكة ودعونا بعض أصدقائه وزملاء في الثانوية العامة، المهندس طيار عبد العزيز السعدي والعميد طيار مساعد بن عون وغيرهم كثير يعتبروني، وأبناء العمومة أيضا. فحرصت حقيقة في كثير اعتذر، تعرفون الصيف ومناسباته، لكن في مناسبة عندما نذكر فيها أبو سرحان لابد نذكر مثل هؤلاء الأصدقاء. أنا قلت إن المشاركات مفتوحة. أبو عبد الرحمن حقيقة محمد بن ردة من المطار السعدي يود أن يتحدث في هذه الليلة الجميلة. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس بعد العرس عطرا، ولكن ما قالوه الأخوان قبلي كافي ووافي وغلق ولزوم. ولكن أنا أبذكر وأقول شيئا يمكن يخفي عن الجميع. أحد المناسبات قدم فيها الأستاذ سليمان الزائدي كلمة عن الأستاذ سعد عبد الواحد مدير التعليم سابقا، وسميت هذه الكلمة بالمنسيات التي لم يتطرق إليها أي شخص. ما قلتوه عن الدكتور سعود بن حامد وعبد المحسن بن حامد وعلي بن حامد وحسام بن حامد ليس بغريب من العطاء والجود، فالشجرة الطيبة ما تثمر إلا بطيب. والدهم رحمة الله عليه ويمموا معي إن الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يبدله بدارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. حامد بن مطر رمز من رموز القبيلة، كان عن يمين الشيخ أخي خضر بن مطر، كان في كل مناسبة وكل نائبة للقبيلة أول ما يلتفتون في اليمين ويذكرون حامد بن مطر رحمة الله عليه. صاحب شجاعة، صاحب كلمة، صاحب عطاء، صاحب جود. مهما تكلمت عن هذا الرجل فأنا لا أوفيه حقه، وذكرت اسمه في هذا المساء لكي نسمع من أحدكم من يأمم ويدعي له في ظهر الغيب. سعود وأخوانه من منبع طيب، والطيب دائما لا يجيب إلا طيب. جمعنا بهذه الوجيه الطيبة، وليلة سعيدة سوف تكتب بحروف من ذهب في جبال السروات بالدار الحمراء لحضور هذا الوجيه، وسوف تكتب بحروف من ذهب للدكتور سعود بن حامد الخديوي وأخوانه. إن شاء الله دائما نجتمع على الطيب وعلى المحبة، ولا ننسى في مثل هذه المناسبة أن ندعي في ظهر الغيب وفي الحضور وفي كل مناسبة لأخواننا على الحد الجنوبي الذين لازموا ثغور المملكة العربية السعودية. وفق الله رميهم وسدد خطاهم ورحم شهدائهم وجعلهم إن شاء الله من المقبولين. ولا ننسى الدعاء لولي أمرنا وولي عهده ولحكومته الرشيدة، حفظ الله هذا البلد بنعمة الأمن والإيمان، وحياكم الله مليون في مليار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.